أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله من تلفزيون دولة الكويت وقناة كويت سبورت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم سي في. في هذا البرنامج عودناكم نتكلم عن نجوم، عن أبطال حققوا كثير من الإنجازات مع الأندية اللي شاركوا فيها أو حتى مع المنتخبات الوطنية. اليوم أمام أسطورة في كرة السلة، نجم عملاق في هذه اللعبة، حقق الكثير من الإنجازات والبطولات وصعد منصات التتويج وميداليات ذهبية كثيرة لهذا النجم مع القادسية ومع المنتخب الوطني لكرة السلة. خلونا نشاهد سي في نجم حلقة هذا اليوم ثم لنعوده. الأسطورة فيصل بورسلي، ولد في 6 نوفمبر عام 1961، اسم سطع في سماء كرة السلة الكويتية وتعدت سمعته خارج حدود الوطن ليصطع نجمه في الملاعب العربية والآسيوية. كانت لمساته وبصماته واضحة في اللعبة وساهم في صناعة الإنجازات والبطولات مع القادسية والمنتخب الوطني. الكابتن فيصل بورسلي عملاق وأسطورة كرة السلة وأحد الأساطير اللي مروا على هذه اللعبة في الكويت، صراحة من النجوم اللي حققوا الكثير من الألقاب والإنجازات والبطولات للقادسية. راح نبدأ معاكم في مرحلته وبدايته الأولى، وهو بداية صراحة من المدرسة، يعني كان في فريق الميني باسكت في مدرسة ابن سينا، وأشرف عليه أكيد الأستاذ غانم بناو اللي كان له الأثر في يعني مسيرة وعطاء فيصل بورسلي حتى وصوله إلى نادي القادسية ووصوله إلى المنتخب. وأيضا بدأ من مدرسة ابن سينا ابتدائية، بعدها إلى مدرسة الشعب المتوسطة، انضم إلى مركز شباب الدعية، لعب في مركز شباب الدعية مباراة ودية ضد نادي القادسية، شاف طبعا اللي هو مشرف كرة السلة في نادي القادسية مرزوق محمد، فطالب انضمام هذا النجم إلى نادي القادسية. وبالفعل انضم فيصل بورسلي لناشئي الأصفر لفريق تحت 17 سنة سنة 1976، ولموهبته الكبيرة والإمكانياته تم تصعيده إلى الفريق الأول، ويمكن من المدربين اللي أثروا عليه في حياته فهم الخضرة وأيضا الأمريكي جيمس كالبن. لعب مع الفريق الأول عمره 17 سنة، حقق كثير من الإنجازات مع نادي القادسية، بدأ بمسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات، حقق الدوري 11 مرة، حقق الكأس 14 مرة، كأس الأندية الخليجية، أبطال الدوري مع هذه كلها ألقاب مع نادي القادسية، ثلاث ألقاب كأس الأندية الخليجية، أبطال الدوري، كأس الأندية الخليجية، أبطال الكؤوس حققها مرة وحيدة. أيضا لعب لنادي الأهلي البحريني 1991 وحقق بطولة الكأس مع نادي الأهلي البحريني، ويمكن أرقام مهمة في حياة ومسيرة النجم فيصل بورسلي. يمكن في حياته حقق 95 ميدالية منهم 64 ذهبية مع النادي والمنتخب. خلونا نشاهد فيصل بورسلي مع فريق القادسية لكرة السلة. فيصل بورسلي تحت السلة وسجل نقطتين. بورسلي فيصل بورسلي لاعب نادي القادسية، إلى خليل الخواري، الخواري إلى خالد الوهيب، الوهيب إلى فيصل بورسلي، بورسلي بورسلي فيصل بورسلي، خالد الوهيب، الوهيب فيصل بورسلي تحت السلة فيصل، وأيضا نقطتين، وأيضا نقطتين بورسلي، وكرة أخذ بورسلي، بورسلي على السلة، داش على السلة بورسلي ويطلع منها كرة سلة يكملها ويكملها فيصل بورسلي. مبارك المغربي، مبارك وداش على السلة، مبارك يشوت ويكملها بورسلي، فيصل بورسلي أيضا يكمل لها كرة حلوة على سلة الساحل، يحاول يلعب باص لخالد الوهيب، الوهيب الوهيب وداش خالد الوهيب، يحاول يلعب باص لبورسلي، بورسلي فيصل بورسلي وسجل وسجل حلوة. عدنان عبد اللطيف مع الكرة، يحاول يدخل على السلة عدنان، وداش عدنان وضيع من الكرة مرة ثانية بورسلي وسجل
ويسجل فيصل بورسلي. خليل خواري بورسلي. بورسلي سويبة حلوة يا بورسلي. خليل الخواري ثلاثة غادسية دفاع واحد ونقطتين الغادسية دفاع واحد من الشادية ثلاثة الغادسية ونقطتين بورسلي. فيصل بورسلي فيصل ونقطتين غادسية. عدنان وخا حلوة حلوة باص حلو هجمة حلوة فعلا. شاهدنا فيصل بورسلي مع نادي القادسية نتكلم عن مرحلة المنتخب. المنتخب انضم فيصل بورسلي وتم استدعائه من قبل المدرب الأمريكي دراف يانغ في بطولة آسيا للشباب، كانت هذه البطولة في بانكوك. حقق منتخب الكويت المركز السادس في سنة 1979 منتخب الشباب، بعدها انتقل إلى المنتخب الأول ومرحلة كبيرة مع المنتخب الأول، حقق كثير من الإنجازات في مشواره مع أزرق السلة. إذا بنتكلم عن البطولات، حقق بطولة العربية للشباب كمركز أول 1979، حقق بطولة الخليج مع المنتخب الأول ثلاث بطولات الأولى والثانية والثالثة، حقق بطولة العربية الودية مرتين في أو بطولتين، وحقق أيضا بطولة الشرطة العربية، وحقق بطولة العراق الدولية 89، بطولة الصداقة والسلام أيضا 89. صراحة بطولات كثيرة لفيصل بورسلي. يعني فيصل بتألقه يمكن هو اللاعب أو أكيد اللاعب الوحيد اللي حصل على ست منح دراسية في الجامعات الأمريكية، ثلاث منح في 1980 وثلاث منح في 1981 من جامعة واشنطن وكاليفورنيا وبوسطن للدراسة واللعب في بطولة كرة السلة للجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تلقى منحة في ألمانيا، لكن آثر أنه يستمر في مشواره مع نادي القادسية ومع المنتخب، وحقق يعني صراحة إنجازات شخصية اللي هي كأفضل 12 لاعب في آسيا 1983 وأيضا مرة ثانية 1986. خلينا نشاهد معاكم فيصل بورسلي والمنتخب الوطني لكرة السلة. أثناء لاشيء لمنتخب تونس، الكرة مع خليل الخواري، الخواري إلى بورسلي، بورسلي إلى سعود الرباح، سعود الرباح مع الكرة إلى فيصل بورسلي، سعود الرباح، بورسلي تحت السلة يحاول يصوب، بورسلي يصوب أول نقطتين حلوة، فيصل بورسلي عشان يحصل على المركز الثالث. الكرة يقطعها الخواري، الخواري داش على السلة حلوة، خليل يا سلام حلوة حلوة، فاول على اللاعب رقم 8 من منتخب تونس اللي هو أمجد نجاح. الكرة مع المنتخب الكويتي 13 سعود الرباح، هذا اللي قدامنا بالصورة، سعود الرباح مع الكرة يحاول يمرر لبورسلي، فيصل بورسلي الى فهد العلي، فهد العلي يصوب وما يسجل مره ثانيه، ياخذ الفريق التونسي وتقطع الكره اوت لصالح المنتخب الكويتي. الكره مع المنتخب الكويتي، الخواري، خليل الى بورسلي، بورسلي يصوب يسجل نقطه حلوه حلوه يا فيصل بورسلي. عثمان حسين إدارة الفريق محمود العمران، مدير الفريق عبد الله السبتي، رئيس الوفد علي الباتل. والكرة مع رقم 11 المنتخب التونسي يصوب وما يسجل ياخذها بورسلي، حلوة يا فيصل بورسلي. والكرة سعود الرباح وتمريرة سريعة للمنتخب الكويتي، الرباح مع الكرة يصوب سعود باص حلو تحت السلة لفهد العلي، حلوة حلوة حلوة، لاعب رقم 8 من تونس أمجد نجاح. الكرة مع عبد الله سليمان، عبد الله سليمان إلى الخواري، الخواري لسعود الرباح، عبد الله سليمان الى سعود الرباح،
فهد العلي تحت السلة، فهد يصوم، فهد سلام عليك، حلوة يا فهد يا علي. يحاول العباس فهد العلي، انقطع من فهد العلي. مرة ثانية المنتخب التونسي داش على السلة 8 وسجل نقطتين. أمجد نجاح، أمجد نجاح يسجل نقطتين. الكرة مع سعود الرباح، الرباح مع الكرة، الرباح يحاول العباس إلى الخواري، الخواري يحاول يصوب، الخواري لأبو رسلي، أبو رسلي يصوب يسجل نقطتين. حلوة 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 من فيصل أبو رسلي. الكرة مع المنتخب الكويتي، الخواري، الخواري ثلاث نقاط وما يسجل إلا أبو رسلي. أبو رسلي إلى العلي، العلي عبد الله استهمام تحت السلة، عبد الله إلى الخواري مرة ثانية. النجم إلى أبو رسلي، أبو رسلي داش على السلة، أبو رسلي وسجل نقطتين. حلوة يا فيصل أبو رسلي، يسجل نقطتين. في فاول لصالح المنتخب التونسي 11، منير فارق، منير يحاول يدخل، منير وما يسجل، بورسلي مع الكره. يلا بورسلي اسرع، بورسلي سريع الى النجم، النجم مع الكره، النجم الى العجمي، العجمي تحت السله الى بورسلي، بورسلي يصوب فيصل بورسلي وسجل نقطتين. حلوه حلوه يا فيصل يا بورسلي. شاهدنا فيصل بورسلي مع المنتخب. صراحه فيصل بورسلي يعني اذا بنتكلم احنا يمكن في نجوم وأساطير في كرة القدم، فيصل بورسلي كان أسطورة من أساطير كرة السلة، حقق صراحة ألقاب وحقق إنجازات مع النادي ومع المنتخب، إنجازات شخصية. ويمكن أنا ذكرت المعلومة اللي هي أنه هو حقق من الأرقام الشخصية لهذا النجم أنه في تاريخه حقق 95 ميدالية منهم 64 ميدالية ذهبية، وهذا دليل على أن هذا النجم في أي مكان يتواجد مع المنتخب أو مع النادي يسعى دائما إلى منصة التتويج ويسعى دائما إلى البطولة، وهذا أكيد اللي يعني كان عطاء فيصل بورسلي اللي يعني صراحة ما نقدر نختصره في 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 حلقة، لكن حاولنا بقدر المستطاع أن نبين ونبرز يعني سيرة ذاتية لهذا النجم اللي اعتزل في يعني نهاية التسعينات. خلونا معاكم مشاهدينا ومعاكم نتذكر مهرجان اعتزال نجم وأسطورة القادسية منتخب الكويت لكرة السلة فيصل بورسلي. الكويتية وصول طبعا اللاعب فيصل بورسلي وباقة ورد من فيصل بورسلي إلى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح، وأيضا رئيس نادي القادسية، وأيضا باقة ورد من اللاعب فيصل بورسلي إلى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة الشيخ حمد السالم، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة. وأيضا باقة ورد من اللاعب فيصل بورسلي للشيخ أحمد فهد المبارك رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزال اللاعب فيصل بورسلي، وأيضا هذا اللاعب فيصل بورسلي. فيصل بورسلي، بورسلي حلوة، وأيضا نقطتين بورسلي. شوف الطائر على طول باص من سعود الرباح والكرة فوق، شوف مرة ثانية، شوف شوف على طول بورسلي سجل نقطتين أيضا للغاتسية، والكرة مع العنتري، نايف العنتري، حلوة حلوة ثلاثية، نايف العنتري لاعب نادي، ويصفر الحكم معلن عن نهاية طبعا المدة المقررة لاعتزال اللاعب الدولي فيصل بورسلي. فيصل بورسلي مثل ما احنا شايفين بالصورة، سليمان كندري وهويدي، نايف العنتري لاعبين نادي الجهرة، وأيضا محمد عباس رفيق الدرب مع فيصل بورسلي مع المنتخب، وأيضا العنزي، شوف بورسلي وهذا بورسلي، ويحط أيضا نقطتين بورسلي. شوف اعتزال اللاعب، وأيضا المدرب يوسف السليم، لاعبين نادي الجهرة، ومشرف الفريق محمد الحميدان، وإداري الفريق حمود الحسيني. شوف بورسلي، والمخرجنا علي خضر سجل اللقطات هذه اللي خلال الخمس دقائق وحطم على طول للمشاهدين يشوفون فيصل بورسلي، وأيضا حمد السهو كابتن نادي الجهرة، ودرع تذكار، وأيضا فهد السلامة لاعبين نادي الجهرة، فهد السلامة.
وايضا وداع فيصل بورسلي يودع ملاعب كرة السلة، وتحية من الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس نادي الغسي، وايضا الشيخ حمد السالم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة، والفنيلة من فيصل بورسلي، وايضا الشيخ احمد فهد المبارك وايضا رئيس نادي الجهرة، وفنيلة بورسلي يعطيها للاعب عبد الله الصراف. شاهدنا اكيد يعني مباراة اعتزال وتكريم النجم فيصل بورسلي اللي حقق مثل ما ذكرنا كثير من الانجازات. احنا طبعا نتمنى اكيد لفيصل بورسلي كل التوفيق بعد الاعتزال واتجاهه الى التدريب، ويمكن من اهم محطاته التدريبية اللي هي حصول منتخب الكويت للشباب على كأس الخليج يعني اللي في 2009، ممكن بعد غياب طويل لمنتخب الكويت لكرة السلة الفريق الأول أو حتى الشباب والناشئين، بعيد كان عن منصات التتويج، إلا أنه مع فيصل هذا الإنجاز يعتبر شيء الكثير لهذا النجم في مجال التدريب. وهو أكيد درب يعني فرق سواء في القادسية الجهرة يعني فرق كثيرة، أيضا درب النادي الأهلي البحريني وحقق أكيد يعني الصعود إلى المباراة النهائية. فيصل كان نجم سواء في عالم كرة السلة كلاعب أو حتى كمدرب. إحنا وصلنا للختام، نتمنى أن إن شاء الله استمتعتم معنا في هذه الحلقة. مع السلامة.